أعلنت النقابتان الرئيسيتان في نيجيريا الجمعة أنهما ستعلقان الإضراب العام والتظاهرات خلال إجازة نهاية الأسبوع بهدف إعطاء فرصة للمفاوضات بعد أن باتت البلاد مهددة بالشلل وبات الإضراب على وشك أن يشمل قطاع النفط الحيوي. وقالت المركزيتان النقابيتان الأساسيتان في بيان مشترك الجمعة إن الحركة النقابية وحلفائها في المجتمع المدني قررت بعد مشاورات وطنية أن تكون نهاية الأسبوع هذه بلا إضراب ولا تظاهرات. ماذا يريدون منا أن نأكل؟ إنهم يحرضوننا على السرقة، يجب أن يتوقفوا عن الإضراب. كل ما أريد قوله إن الحكومة سيئة وهي لا تأبه بالمواطنين، لا تعلم إن كنا نموت أو نأكل. وقال رئيس مؤتمر عمال نيجيريا عبد الواحد عمر خلال تجمع في العاصمة الفيدرالية أبوجا إن يوم الاثنين ستكون التعبئة على أشدها إذا لم تتراجع الحكومة عن قرار وقف الدعم للمحروقات والذي أدى إلى ارتفاع أسعارها وكان وراء الإضراب الذي بدأ الاثنين.